تحياتنا للجميع بحلقة جديدة من كلوز شوتس. بحلقتنا لليوم راح نغطي فيها آخر أخبار المسلسل الأشهر عربيا باب الحارة بجزء العاشر. بحلقتنا لليوم راح نكشف تفاصيل عن باب الحارة واحتمالية استمراريته لأجزاء قادمة وكل التفاصيل عن عرضه بالموسم الرمضاني المقبل أو تأجيله والأسباب وراء تأخر الأنباء عن أحد أكثر المسلسلات متابعة بكل موسم رمضاني بالسنوات الماضية. طبعا نحب نذكركم كفريق كلوز شوتس أنه نحن بننزل حلقتين أسبوعيا عن الأخبار والمسلسلات الفنية، لذلك لا تنسوا الاشتراك بالقناة لحتى يوصلكم كل جديد. خلونا نبلش. باب الحارة، ومثل ما تعودنا منشوف بكل سنة قالب جديد مع كل جزء بينعرض. فأهل حارة الضبع الأوائل 90% منهم إما اعتذروا عن أجزاء أخرى من باب الحارة أو تم استبدالهم بممثلين آخرين بحنكة إخراجية ما شهدناه لمثيل من قبل بالدراما العربية. الأحداث كل ما عم تتشعب وعم تطول، والقصص بالرغم من سطحيتها مستمرة بشد المشاهد العربي يلي بيحضر باب الحارة وبينتقد أي مسلسل اجتماعي عصري آخر. ومن الظاهر أنه قناة الام بي سي ومن بعد عرض 10 أجزاء من مسلسل باب الحارة يلي حصد أعلى نسب مشاهدة بأيام عرضه شعرت بحجم الفشل الفني يلي وصل له المسلسل، فقررت الآتي: تم تأكيد خبر تأجيل باب الحارة الجزء العاشر، والنص ما توزع على أبطال العمل المفترضين ولم يصور أي مشهد من المسلسل، والأسباب هي التالي: قناة الام بي سي رفضت رفض تام عرض المسلسل من الجزء التاسع، لكن بعد تفاوضات كان على رأسه بسام الملا تم إقناع القناة بعرض الجزء التاسع عليها بشرط الإشراف على إنتاج الجزء العاشر وإنجاز عمل بيتوافق مع شروط أكبر قناة بالشرق الأوسط. أما عن صناع العمل فالمشرف العام بسام الملا والمخرج ناجي طعمة من بعد الخلافات مع الجهة المنتجة الأبرز دخلوا بدوامة جديدة هي إقناع أبطال العمل بالمشاركة من جديد وتأمين التسويق المناسب لعرض باب الحارة، العمل يلي أصبح مكلف جدا بدون تأمين عرض مؤكد بالموسم الرمضاني. فالعمل من دون التطرق لأسباب فشله الفنية يلي شاهدناها من بعد الجزء الرابع أو الخامس أصبح عمل تسويقي ومعتمد على نسب المشاهدة بغض النظر عن المحتوى الفني، بعكس الأجزاء الأولى يلي أنجزت بإنتاج ما بيتجاوز 10% من الإنتاج يلي متواجد اليوم. فبرأيكم على مين بيوقع اللوم بتحويل باب الحارة من عمل جماهيري مشاهد ومتداول بشكل كبير لعمل تسويقي معتمد إنتاجه فقط على تأمين عرضه بشهر رمضان المبارك؟ هل من المفروض نلوم بسام الملا أو مؤمن الملا اللي اختلقوا المسلسل وساهموا بفشله بالأجزاء اللاحقة؟ أم على نجوم الدراما السورية يلي وافقوا على المشاركة بالرغم من المستوى الفني الهابط للعمل والتشويه يلي أحدث باب الحارة بتاريخ سوريا ودمشق؟ ولهم بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. ضلوا بخير، كان معكم فريق كلوز شوتس.